أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء
ونقسم من الأموال والأنفس والأمرات وبشر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.